ورحمه الله وبركاته متتبعي قناه درعا تي في. معكم سهام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. يلقاكم ان شاء الله الفيديو ديالي في احسن الاحوال. اليوم فيديو جديد ان شاء الله، غادي نحضر معكم هذا الحوت هذا في الفران. المهم غنحضر معكم الغداء كامل حيت عارضه على خويا وبغيت ندير هذا الغداء وقلت نشاركوا معكم. كنتمنى يعجبكم. عندي هنايا الحوت وغادي ندير انصاوب الشرموله ديالو، غنوريكم اشنو غندير فيها. عندي قزبور ومعدنوس، المعدنوس اكثر من القزبور هنايا حيتاش الحوت. وعندي الثومه وعندي الحامض والزيت البلديه، ما غنديرهاش دابا باش يتشرمل ليا باش يشرب ليا الشرموله. غنجيب دابا العطريون ونوريكم اشنو غنزيد معاه. هاد الحوت البنات نسيت السمية ديالو، راني غسلتو كيما وريتوش ليكم، غسلتو ليا غسلتو مزيان وضروري راه كتحيدو لي حتى داكشي لي عندو هنايا في الراس، يعني كيبقى الراس نقي كلهم بنفس الطريقة. غادي ندير قزبور ومعدنوس هو اللول باش غنشرمل هاد الحوتات هادو، غادي نشرملهم هما اللولين باش يبقاو يترقدو شوية. عاد غندير بسم الله الحامض، هذا الحامض غندير الحامض، والثومة غندير شوية ونخلي شوية، العطرية غندير الخرقوم، درت معاكم ديريكت يلاه عجنت. دابا غادي نخليه تقريبا ساعة يترقد حتى تضرب ليا الطماش في المكانة، عاد غادي ندخلو للفران مع الخضرة ديالو. غنوريكم الخضرة اللي غندير معاه، كيجي زوين بزاف. الكمون، الكمون مبقاش ليا هداك، هاتي و التحميرة. الا شط ليا الشرموله راه ما غاديش تضيع، راه غادي نديرها مع نديرها للخضره، ماشي مشكل الا كثرتو. قزبور يابس، غادي نخلط هادشي كله بشويه ديال الماء، حيت الا درتو الزيت سبحان الله الزيت ما كتخليش اللحم اولا هذا الحوت يشرب هذيك الشرموله ديال داكشي، علاش ما بغيتش ندير الماء. غنجيب شويه ديال الماء نديرو لهذيك الشرموله. ها نتوما غير هذا الكويت هذا، شفتوا شحال صغير ديال من هذا الكويت ديالنا ديالك فاش كنتي باقي صغير، شكون اللي عطاه لك؟ صافي هادي هي الشرموله ديالنا، غنشرمل بها هاد الحوت. عطيت الملح البنات سمحوا ليا، غنزيد الملحه وشويه ديال التحميره الحاره، شويه ماشي بزاف، مع ما كنديرش البزار الا لاحظتوا، ما كنستعملش انا البزار بزاف الا للضروره، الا كانت شي حاجه اللي ما نقدرش نديرها بلا بزار. هادو راه فلحتهم، ديك ورقه موسى وهذا حتى نصاوب الخضره ونبغي نحطهم في اللاطه، عاد غادي نحطها معاهم حتى تطلق لينا ديك الريحه. في واحد الشوك خطير، الا ما رديتيش البال حتى في الغسيل ديالو صعيب شويه.
يجي زوين بزاف، خصوصا مع هذه الخضره اللي غادي نوريكم اللي غندير معاه، وضروري غندير معاه الشلاضه والعصير. المهم راه واخا غيجي عندي خويا ماشي غندير شي حاجه زعما اللي سميتو، غير داكشي بسيط لقد الحال، غير اختاريت الحوت حيت هو اللي توحشا. غادي نخليهم دابا هادو يتقدو مزيان مزيان، حتى الراس كتديرو حيت كاين اللي عندهم كتلق لينا تا هو واحد البنة. غادي نخليهم بحال هكا يتقدو مزيان، وغادي نجيب الخضرة نوريكم كيفاش غندير ليها. صافي البنات، الحوت ديالي ها هو درتو هنا، غادي نخليه يترقد مزيان. شنو غنجيب دابا؟ غادي نجيب هذيك الزيت البلديه، غنزيدها على هذيك الشرموله. كنخدم انا بالزيت البلديه بزاف، الا كاينه، الا ما كايناش راه كتشوفوني كندير الزيت الروميه راه عادي. غادي نجيب دابا هذيك سميتها خضره. شنو عندي فيها؟ عندي دنجال. الا لاحظتوا راه انا كنستعمل الدنجال بزاف في الحوت، كيعطينا واحد لاصوص، واحد الشرموله زوينه بزاف، وكيعطي واحد المذاق رائع. غادي نحطو هنايا، غادي نشرملو ومعاه. وعندي البطاطا، البطاطا كتطلق لينا هذيك النشا، كتكون المريقه ديال اسميتو عاقده، وجوج حبات ديال المطيشه. وغادي نزيد قزبور ومعدنوس، غنزيد واحد شويه حتى نشوف واش غنزيدو كامل في الحقيقه، حيت عندي الخضره بزاف. عندي حتى واحد جوج حبات ديال الفلفل الحلوه، وغنزيد شويه ديال الثومه. هاد الثومه درتها كثيره هنا حيت غنشرمل بها مازال البطاطا وخيزو وداكشي، غنديرو مشرمل في الشلاضه. غادي ندير نجيب كما قلت لكم هذا هانتوما، عندي هنا فلفله حمراء وفلفله خضراء وفلفله صفراء، والفلفله الخضراء راني شويتها كنديرها مشويه باش كتطلق لي واحد المذاق زوين بزاف. وهنايا الحامض عصرتو كثير حتى هو باش نستعملو بلا ما نبقى كل مره نعصر. غنزيد واحد شويه هنا ديال الخضره، وغنزيد شويه شويه من العطريه، شويه شويه ماشي بزاف، عرفتو الجو عندنا هنا في كادير مزموت لواحد الدرجه حزين، مزموت ومريض، كلشي الناس مراض مساكن موسخ ملوت، ما كاين لا الشتا لا والو، الناس كاع واقيلا المدن فيهم الشتا. ندير شويه حرة، وحنايا ما عندنا لا الشتا لا والو. غادي نخلط هادشي كله مع هاديك الزيت، داك شويه ديال الماء اللي شاط ليا. غادي نشرمل هاد الخضره كلها باش كتجي لذيذه، راه فيا ما يستفها زعما في اللاطا وندير، ولكن الا درتي ليها هكا كتجي ألد، كتجي زوينه. بطاطا، درتها رقيقة بحال هكا، صافي خليها طاحت، صافي خليها حتى هي غنشرملها هنا. وهادوك الفليفلات حتى هما هادشي اللي عندي في الخضرة. شتو داك القزبر ومعدنوس نيشان كفاني، راه عندي في ديك الزليفة عندي فيها جوج قبطات، قبطة ديال القزبر ما كاملاش غير واحد شوية، وقبطة كاملة ديال المعدنوس حيت الحوت كيبغي المعدنوس أكثر، كيعجبني فيه انايا. وصافي غادي نخلي هذه الخضره هكا حتى هي،
حتى بغينا قلت لكم حتى دير 12 عاد غادي نرد الغدا في الفران. دابا غادي نشرمل الخضره ديالي اللي غندير في الشلاضه وها نتوما معايا ونصوب العصير ونصوب وقيله واحد الفلون. المهم انتم معايا اللي درتها انتم معايا. ها انتم البنات غادي ندير غادي نوجد الفلون هو الاول عاد نصوب حيت الخضره عندي كلشي كلشي سلقته كلشي قديته بكري باش ما نوحلش. غندير هنايا واحد 4 المعالق ديال السكر حيت غندير ايطرو. شحال درت راهي 3 ولا 4؟ 4 زيد وحده حيت هذا مسوس. وغادي نزيد دايره الفلون ديال الشوكولات باش يبرد ليا غنسبقو هو الاول وغادي نزوقو بلي فرويسيك وواحد شويه ديال سميتو. المهم نتوما غتشوفوا كيفاش غندير ليه وصافي. دابا غادي نغلي وغادي نديرو في الكويسات. هانتوما البنات دابا قرصت الخبز عاد رجعت لهذا نصوبو. عندي هنايا اشنو درت فيه، درت فيه هاد اوريو هذا هو الاول غنديرو من التحت في هاد الكويسات هادو. نتوما ديروا اي بسكوي عندكم في الدار، انا هذا يلا غير شريته زعما ماشي شي حاجه. غادي نديرو وغادي نكب عليه هذاك الخليط اللي انا حيت نكبير بكاسرونه الله ما يتكب ليا بسم الله. صافي دابا غادي نديرهم يبردوا والاخرين غنديرهم غير في كيسان عاديين هادو ديال الضياف درتهم في هادو وصافي نزلوها. هانتوما البنات صافي غادي نرد الحوت ديالي. دهنت اللاطه بشويه ديال الزيت غادي ندير الخضره غنسبق هذاك البطاطا بسم الله هي وهذاك الدنجال وغندير فوق منه الحوت ديريكت. صافي البنات غندير دابا الحوت بسم الله. دابا راه شرب الشرموله ديالو مزيان. كنت غندير في المول ديال الزاج ولكن صغير جاني صغير. غادي نجيب هذوك الورقات ديال موسى سيدنا موسى هما اللي مازال ما جبدش والفلفله الحاره دوك المزيودات هما اللي غنزيد عليهم نغطي بابي. هانتوما غادي ندير دوك الورقات ديال موسى درتهم في الكرش ديالو كل وحده درت ليها وحيده وغادي نديرهم حتى هنايا عطين. وهادي الفلفله حاره صافي. هادي راه زيت ارغان البنات غنزيد فوق منه واحد شويه فوق من هذاك الحوت. سكتي راهي السهره ديالك. وصافي وغنحطي بابي الومنيوم. صافي البنات دابا وصلت الوقيته ديال سميتو هذا باش نشرمل هذيك الخضره اللي عندي. عندي هنايا اللوبيا وعندي الخيزو وعندي بطاطا. غادي ندير الشرموله ديال كلها. عندي هنا درت جوج مقلات باش ندير اللوبيا. غندير شويه ديال القزبور ومعدنوس كل وحده كيجي زوين بزاف بهاد الشرموله بهاد الطريقه كيجي بنين. وغادي ندير غنجيب غندير شويه ديال الحامض كل وحده
وغنخلي شويه لهذا وغادي ندير الزيت البلديه. عندي هنا شويه ديال الثومه، كل وحده غندير فيها شويه ديال الثومه، وراه درت الزيت البلديه. غندير التحميره غير واحد شويه، غندير شويه ديال الملح حيت فاش درت هادشي ما درتش فيه الملح باش يجي بنين. ندير الملح الكامون حيت كيما طحنته في الماكينه مازال شويه شويه. غنجيب شويه ديال السودانيه اولا التحميره الحاره غير واحد شويه كيعطي غير ديك البنه ديال البحر. كنخلط بحال هكا، غادي ندي فيه ونجيب هذيك اللوبيا. هنا غندير هذيك اللوبيا غادي ندير خيزو. هادشي الا صوبتوه هو الاول بكري كيجيكم، واخا يجيو عندكم الضياف كيجيكم ساهل بحال لا ما عندكمش الضياف نهائيا، حيت كلشي مصايب خاصو غير يتشرمل، يعني راه مزيان وكتحيدو عليكم الماعن حيت كتصفقوه تديروه ديجا مداير مفور اولا مسلوق على حساب انا كيعجبني مفور ما كيمشيوش لي الفوائد اللي فيه. غندي دابا البوطه وغندير من بعد ملي نحيد خيزو غندير هادي ولا اللوبيا واحد فيهم غندير فيه البطاطا. المهم وغنوريكم كيفاش غادي ندير هذيك الشلاضه. درتي لي هكا؟ ها انتما البنات، ها انتما عندي هنايا العصير. هادشي راه صوبتو الصراحه في الليل، هاد الليمون صوبتو في الليل هو والحامض. غادي نديرو دابا دغيا غادي يوجد. والله البنات هاد الطريقه اللي درت لي وجدت فيها داك الشيء اللي ما غاديش يتشرمل زعما على بكري على تساع احسن طريقه. اول مره واخا يبغي يجي عندي شي حد كنسالي في الوقت وما كنعياش كيجيني داك الشيء زوين بزاف. انا غادي دابا نقاد العصير ونصفيه ونرجع لكم. هانتوما البنات وصلت دابا وقيت فاش غندير هذيك الشلاضه في الطبسيل. اختاريت هذا الطبسيل حيت هو اللي كبير عندي، هذاك البيض اللي حطيت فيه صغير شويه صغير نيت ما غاديش يكفيني. اختاريت هذا غادي نسد في الخص هو الاول. درت البنات هذاك البطاطا الوسط حيت ما درت لا سميتو هذاك زعما لي بات ولا الروز ما درتهمش حيت عندي الحوت بالخضرة ما كاينلاش ندير هذوك لي بات ولا الروز ولا هادي باش يتكال. هادشي نوجدو باش ندير دابا هداك الخيار. راني درتو هكا سميتو ديال الشلاطه، راه كل واحد كيفاش كيدريسي الشلاطه ديالو راه ماشي مشكل، راه كل واحد شنو الامكانيات ديالو. واحد الجو كما قلت لكم قبيله لا نحسدوا عليه، الضبابة والمرضى الجو مريض والصاد
الباربه البنات درت فيها شويه د المعدنوس شويه د الخل شويه د البزار شويه د الملحه باش تجي حتى هي مالحه. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال هذيك السلطه ديالنا كتجي بحال هكا. صافي البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الفلون ديالنا هانتوما كتشوفوا زدت عليهم غير القرقاع وشويه الشوكولاط ابيض تيجيو زوينين. وعندي هنايا العصير ديال الليمون والحامض كما كتعرفوا وهذيك الشلاضه ديالنا هي هادي. انا نوريكم دابا كيفاش جا الحوت ديالنا هكا. سمحوا لي ما وريتكمش فاش كان في اللاطه الحوت هكا كيجي كتجي ديك لاصوص ديالو عاقده كتجي بحال زالوك مع الخضره مخلطه ومقطعه مزيان كتجي بنينه بزاف. وعندي هنايا الحوت خليته حتى تحمر حيدته من فوق لاصوص ودرته في لاطه اخرى ودخلته تحمر حيت من فوق منه داك البابي الومنيوم كيجي بحال هكا كيجي زوين بزاف وبنين بديك الشرموله. غادي دابا ناخذ غير الطباسل ونهبط راه كلشي هبطو وصافي. وهذا هو الغداء غادي ندي لهم دابا يتغداو والخبز خلاص ولات نوريكم. صافي درت هاد الطبصله هادو هما اللي غادي ندي معايا وها الخبز ها هو. صافي هادشي اللي كاين هذا هو الغداء ديالنا. صافي البنات هذا هو الفيديو ديال اليوم كنتمنى يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم. دابا يلاه سالي تغسلت الماعن ودهنت يدي بهذا اللي وريتكم ديال هذا كريستيان لايف. الحقيقه زوين زوين بزاف واعر ميكاب كريم دو ديال اليدين وفي نفس الوقت كيحيد هذوك الخطوط اللي كيكونوا في اليدين وكيحيد لهذيك الحروشيه وزوين بزاف بزاف زوين 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 هانتوما. كندهن به الا قصت هكا بحال اليوم قصت جافيل بزاف والصابون مع هذا سميتو كل مره كنغسل الماعن زوين كتحسي براسك بحال لما غسلتيهم. من بعد ما غسلت الماعن نزيت واحد النص حامضه عمرتها بالملح وفركت بها يدي مزيان بحال حيت ليهم داك الشيء الميت وحيت ليهم حتى داك جافيل داك الحامض كيحيي حتى داك المشكل داك الشيء اللي كيدير فيك جافيل والصابون وهذا. ودهنتهم بهاد الكريم زوينه بزاف. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم او لا الروتين ديال اليوم يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم وشكرا لكم بزاف. ما تنساونيش من الدعم ديالكم والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد والضغط على اللايك وزر ابوني الناس الجداد اللي اول مره كيشوفوا الفيديو ديالي والهلا يخطيكم عليا. وشكرا لكم بزاف ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.